وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية. دكتور حامد أهلا بحضرتك معنا على شاشة إكسترا نيوز، وكنا نتابع منذ قليل مؤتمرا صحفيا لوزير الخارجية سامح شكري ونظيرته السلوفينية تانيا فايون. يعني كيف تابعت في البداية دكتور حامد هذا المؤتمر؟ اهلا بحضرتك يا استاذ ياسر، واهلا بالساده مشاهدي اكسترا نيوز. طبعا هو دلاله قاطعه على وحده والتزام المواقف المصريه الاوروبيه، خاصه ان هذه الزياره تدل على ان الدوله المصريه ما زالت تحشد المجتمع الدولي في سبيل ايجاد ظهير سياسي حقيقي يكون داعما للقضيه الفلسطينيه بما يتوافق مع قرارات الشرعيه الدوليه وبما يتوافق مع الأحداث الجارية التي تدل على أن هناك رغبات إسرائيلية متزايدة لتصفية القضية الفلسطينية. وبالتالي هذه الزيارة أيضا دلالة على أن القاهرة قدمت وتقدم جهود كبيرة في سبيل أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لأول مرة يصدر بموافقة أكثر من 12 دولة أوروبية كدليل قاطع على أن الجهود المصرية التي بذلت في الفترة الأخيرة أتت بثمارها، على اعتبار أننا شاهدنا زيارات مهمة سواء لوزيرة الخارجية الألمانية أو رئيس وزراء أسبانيا أو رئيس وزراء بلجيكا، باعتبار أن أسبانيا كانت الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي وبلجيكا الرئيس الحالي. وبالتالي وحدة المواقف المصرية الأوروبية سيكون دافعا في الفترة القادمة لكيفية إيجاد طريق لوقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ هدنة إنسانية، باعتبار أيضا أن كل الدول الأوروبية تنظر إلى الدولة المصرية كحمامة سلام وهمزة الوصل ودور رئيسي في صناعة السلام في الشرق الأوسط. نعم. طيب دكتور فارس، يعني من ضمن حديث وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون، يعني قالت أن سلوفينيا قامت خلال هذا الأسبوع بإجراءات مهمة للاعتراف بدولة فلسطين. يعني ماذا يعني ذلك دكتور حامد؟ ويمكن حضرتك لسه منذ قليل ذكرت أن يعني هناك العديد من الدول الأوروبية مثل إسبانيا وأيضا بلجيكا يعني يتجهون إلى هذا يعني الطريق، هل تعتقد أنه بالفعل يمكن أن يحدث ذلك؟ يعني في ظل أن هناك تعنت أمريكي واضح واستخدام حق النقد الفيتو في الجمعية العامة للأمم عفوا في مجلس الأمن، نرى أن صدور قرار من مجلس الأمن بالاعتراف بدولة فلسطينية كاملة في العضوية هو أمر صعب، ولكن هناك مسار آخر سيكون أكثر قوة وهو الاعتراف الفردي لكل الدول، باعتبار أن أكثر من 143 دولة، ده دليل قاطع على أن 3/4 الجمعية العامة للأمم المتحدة و3/4 دول العالم توافق بشكل قاطع على منح فلسطين العضوية الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة أن التصويت الأخير أعطى إلى فلسطين الكثير من الامتيازات التي لم تكن موجودة قبل صدور هذا القرار. يعلم القاسي والداني أن فلسطين قد حصلت على دورة مراقب في 29 نوفمبر في العام 2012، ويعني منذ يومين صدر يعني تصويت جميل وقوي داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأعطى لفلسطين حق أن تكون موجودة بين الدول بالحروف الأبجدية، وأيضا أعطى لها حق أن تدلي ببيانات نيابة عنها أو نيابة عن بعض الدول، وأيضا أعطت لها الحق في تقديم المقترحات والتعديلات الخاصة بالكثير والكثير من القضايا الدولية، وأيضا لها أعطت لفلسطين الحق في أن تشارك في انتخابات أعضاء مجلس الجلسة العامة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكل ذلك سيتم تنفيذه في أستاذ ياسر في 10 سبتمبر من هذا العام في الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة. وبالتالي الإجماع الدولي لم يأتي من فراغ، وأيضا الإجماع الدولي يجعل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في خندق واحد بعيدا تماما عن هذا التطرف الإسرائيلي الواضح الذي ارتكبت بموجبه إسرائيل كل أنواع الجرائم، وهذا سيكون له تداعيات كارثية في بشكل كبير على وجود عزلة كبيرة لإسرائيل وأيضا للولايات المتحدة الأمريكية، لأن آخر استطلاعات الرأي طبقا لمؤشر إدراك الديمقراطية للعام 2024 يقول أن شعبية الولايات المتحدة الأمريكية في أدنى صورها وتضاءلت
وتوقف هذه الشعبيه خاصه في القضايا الخاصه بالشرق الاوسط وبالاخص قضيه فلسطين. نعم. طيب دكتور حامد، 143 دولة صوتوا لصالح انضمام فلسطين للأمم المتحدة بعضوية كاملة، ألا تعتقد أن يعني هذا الرقم يمكن أن يؤدي إلى الضغط على أعضاء مجلس الأمن الدولي الدائمين للاعتراف أيضا أو لضم فلسطين كدولة كاملة العضوية، أم أن إسرائيل أقوى من كل هذا؟ طبعا يعني في ظل الحماية التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل أصبح من الصعب صدور قرار من مجلس الأمن، لأننا إن عدنا إلى آخر جلسة لمجلس الأمن كانت تناقش حق فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة، وهي الجلسة التي حدثت في 18 إبريل الماضي، نجد أن كل الدول 12 دولة وافقت على ذلك، امتنعت يعني بريطانيا وسويسرا، ولكن الدولة الوحيدة التي رفضت ذلك هي الولايات المتحدة الأمريكية، وطبقا لميثاق مجلس الأمن وميثاق الأمم المتحدة لابد ألا تعترض أي دولة من الدول الخمس الكبرى، ودائما الولايات المتحدة الأمريكية ما ترفض تستخدم حق النقض الفيتو لعدم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وفي ظني وتقديري أن هذا سيمثل ضغطا كبيرا على الولايات المتحدة الأمريكية التي فقدت مصداقيتها بكونها راعية للسلام في الشرق الأوسط أو في أي قضايا أخرى، وتجعل إسرائيل بعد قيام يعني مبعوث إسرائيل في الأمم المتحدة والموقف المهين الذي أهان به المجتمع الدولي، وعندما قام به يعني تمزيق ميثاق الأمم المتحدة أمام الجميع كدلالة قاطعة على أنه لا يعبأ بقرارات مجلس الأمن أو حتى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة. شكرا جزيلا لحضرتك الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، متحدثا هاتفيا لقناة إكسترا نيوز.